كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ هانيه كي داير مع سيدنا رمضان؟ مطخمين الحمد لله والشكر، العباده. كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ هانيه الحمد لله، شكرا لك على المشاركه، شكرا على الناس اللي تحقوا بنا القناه، كيشجعوا الشباب، تحياتي لكم خالصه. واسي الدكتور التازي هذا وما لا يعرفه، الدكتور ديال الفقراء كما يقول الشاعر ايمن السرحاني، الدكتور التازي صاحب المزارع، صاحب المساحة الخاصة، فهو اليوم راه دكتور ونعمة الدكاترة. ويا سيد قيطير التويزي، أشد المستوى اللي وصلتي ليه؟ لدرجة وليتي أنك كتبيع في البشرية؟ ان شاء الله حنا اللي غادي نديروا لكم واحد العمليه بسيطه للسيده، نجحت لي العمليه، حيدنا لها طرف طيحان مارت لمن طاح، ودرنا لها طيحان ديال بغال، طرف ديال البغل، تعطي كتخيط وتعطي لعباد الله. واقيلا نص المغرب تلقى عنده شي طرف ديال الكلاب، وشي عنده طرف ديال حمار، وشي عنده طرف ديال كارثة. شي لمرتي ريحتها تموت منك الخالق بوحدو، والله ما بقيتي عندك فين تطيق من غير الله سبحانه وتعالى، مصيبة كحلي هادي، والله كارثة هادي. والله الدكتور التازي داير المصحة ديالو، ودير الشبكة ديالو، ودير الزوار، لأن الناس دايرين الموعد وكيدخلوا عندو الدكتور التازي بالورقه، كل واحد عاج جاي، شي محايد الطرف غير لصقو، شي حيط لي جنب، شي حيط لي كلشي، مصيبه كحل الجريمه هادي، خلي على الله تا واش نجذب انا هو كل جذبك. ويلي ما عملت لينا في اواخر الزمان، كلشي بغا يدير شرع يدو، كلشي بغا يدير شرع يدو. السيد الدكتور تويزي راه عنده مساحه خاصه ان شاء الله غيستقبل فيها كل من هو مريض، والزوجه ديالو راه مساعده كتساعد، هي كتساعد، عندها واحد البرا حافيه كاع مهدومه، راه كتخيط هي، تاهي راه كيعطيها، راه فاش يكون هو مريض راه كتنوب عليه هي، تيقولها خيطي دخلي خيطي، ومهم قضي الغرض، راه كاين الناس، كاين الكثر، كاين الزوار، حيت الناس مساكن ما عارفينش، ما عارفينش على النية ديالهم انه غادي نعمل السيد الدكتور التازي على هاد العملية الجراحية، خصوصا النساء وداكشي، كلشي كيلتجئ عندو. في الاخر السيد الدكتور التازي تيجيب لنا الاعضاء، ودي خليني ساكت قبل ما نهضرو بزاف. ودي السيد الدكتور كلها كيدير شرع عندو، بلاتي خلينا نشوف التليفون، شوف خاطر شكون يصوني عليا، قطع بي 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 عطي بي بي، غنشوف شكون تيصوني. الو، رئيس كوريا، ويلي رئيس كوريا الشماليه كيصوني لي خيسن، والله يرضي عليك. لما شوف لينا واحد السيد هنا، راه تيقولوا له الدكتور تازي، شوف معاه الله يرضي عليك، هز شي تليفون وصوني ليه، يرد الناس الرقم. لا الرساله ان شاء الله عندك، انت كلمتك ما كطيحش الارض، والله ودي ودي انت راك واحد الخراجه، واحد الخماج، راه ما كتفهمش، مصيبه كحله معاك. شوف لينا معاه الله يرضي عليك، الناس راه كاين اللي مشات لها فلوسه، كاين اللي تنكل في رزقه، خليها على الله وصافي، بقينا نصنا فين نصدو. ايه ان شاء الله. شوف لينا معاه الله يرضي عليك، لما نقول له سي تويزي هذاك الشيء اللي كدير فيه راه ما خدامش، علم الله شحال من واحد ركبت لي طرف، غادي تعيط ليه، عيط ليه وشوف معاه الله يرضي عليك، شوف معاه راه كلمتك ما كطيحش الارض، وخا تصيفط ليها بعض القنيبيلات ولا كون هاني ان شاء الله، دوز بخير. ما العمليه اللي كدار بالخيط الابيض كتلقاها عند الدكاتره،
اللي شادين عن الجدارة واستحقاق اللي كيراعيو الله سبحانه وتعالى وكيراعيو الانسانيه وكيراعيو البشريه وعندهم كرامه ما يديروش شي حاجه اللي كتغضب الله وعندهم يعني عندهم المريض كيتعاملوا معاه فهو انسان ماشي خيط ومقص ديال الدزازه كدز بيه الغنم ولا ترى ما عرفتش واش نجدبها ولا نجدبها ويلي حي مع من تلينا وين كنتلوها مع النصابه والريشيرش مصيبك عليك. ان شاء الله نخليكم مع التازي التصريح اللي قالت السي التازي. السلام عليكم، انا الحمد لله عندي مجزره مساحه وكندير الخير وصاحب الفقراء، وانا ان شاء الله كنوعدكم بان غنزيد في المجزرات في المساحات وغادي ان شاء الله ندير نكثر من لي سيكيري كيري كيري كيتيتيرات ان شاء الله، وغادي نستقبل العديد ديال الزوار اللي عندي ان شاء الله كل واحد وشنو خصو. حنا ان شاء الله حيدنا المقص ديال العمليه اللي كان بتقنيه جميله ودرنا لكم مقص ان شاء الله ديال 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 الدزازه ديال الغنم، وغادي نضربوكم بالمقص على الدس ان شاء الله. وكنوعدكم باللي اللي عنده شي 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 شي, شي حنا اللي عنده شي عمليه طارئه غادي نديروا ليه الخيط الرقيق، انما ان شاء الله غنديروا ليه قنب بالقنب نخيطوه عفوا بالخيط الابيض، وان شاء الله حنا اللي عنده شي عنده شي 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 شي, شي عمليه جريحه حنا ان شاء الله غنحيدوا ليه الجرح وغادي ان شاء الله نسيوه فيها بخطره، وغادي نديروا ليه شي طرف ديال شي واحد ان شاء الله يكون مات. حنا ما نمكنش نديروا له شي حاجه اللي تكون في الصالح ديالو انما ضده. وحنا ان شاء الله عندنا المقص اللي كيضرب على الدس، وحنا ان شاء الله عندي العديد ديال المرضى كيتسناوني ان شاء الله. رحنا وعدناكم بالجزيره بالمزاره اللي غنديروا لكم، وهذه في المصلحه ديالكم وفي المصلحه ديال اي واحد مريض ان شاء الله. طيقوا فينا، حنا عندنا الجزيره، عندنا الجزيره ماشي المزاره المساحه عفوا احنا العمليه غير كنشوفوها كنعرفوها واش تصلح لك ولا ما تصلحش، ولا الى حسب الى كنتي دريويش غنخليوك بلا ريش. وهذا، وشكرا لكم وشكرا للمتابعين كاملين، وتحياتي ان شاء الله الدكتور الخصور اللي كيضرب الكسور، تحياتي.